دونك الشعب هذا علاش انا من دعاة الديكتاتورية، من الديكتاتورية اللي تحكم بقانون صحيح عادل وقانون مساواة، لانه عندي الشعب الجاهل لازمك تتعامل معاه كيما الغريان كيما الطفل الصغير. وليدك تبعني مليح، والشعب الجاهل والشعب الفقير هم الاسهل للتحكم فيها. برافو اكسلون، درك فهمت الخطه تاع اللي دارها الاستعمار، وجريمه هذه تعتبر جريمه اقترفها الاستعمار اللي حاكم الجزائر في حق الشعب الجزائري. حرب الاهليه الاولى في 62، الحرب الاهليه الثانيه 92، 2022 درنا حرب اهليه اقتصاديه. دونك الشعب هذا كيما وليدك اون كيلكو سورت، صافي دير تضغط عليه كيحل عينيه ويشد روحه يولي صاحبك، صح ولا لا؟ لا صح. والتربيه هي قانون. اكزاكتوم. التربيه القانون هي قانون. لما تعود عنده ثقه، نعطيك انا على سبيل المثال، لما تطبق القانون كيما نقولوا حنا بالمليمتر، اون فادوني ان اكزومبل درك توت سويت. مثلا انت تروح ديبوزي مثلا دوسي تاع سكنه سوسيال، يعطيوك الرقم، الرقم نتاعك مثلا 252. مع تهز الرقم هذاك ما زيد تروح لاميري، ما زيد تحوس على معرفه، ما تكسر راسك كي تقرا في الجرنان باللي في الولايه تاعك راهم سرباو السكنات من رقم 1 الى رقم 253، نوض ضرب فيها تحفيفه، بارفيمي روحك، روح للبلديه تهزل المفتاح. هنا وش صرا؟ تستعاد الثقه بين الشعب وبين مفوضيه، يعني بين نظام الحكم. لما تعود عندك كونفيونس، ترقد هاني، زوج تو ديفلوب بلوس، اي تو كومونس في الابداع. صح. ما توليش المشكله تاعك تجري على معرفه وتحوس على معرفه، تولي المشكله تاعك كيفاش تطور من نفسك وتطور من الاوضاع الاقتصاديه تاعك. وتلقاها بنفس القانون، يعني غدوه تروح تتجه انت مثلا الى البنك وعندك مشروع، والمشروع نتاعك درت له دراسه اقتصاديه، المشروع نتاعك مليح، راح تلقى هياكل كيما هنا في فرنسا، هذا بوتي فون يعطيك 200 مليون، هذاك جو سي با اسوسياسيون ا كاركتر ناسيونال تعطيك كذا اكسترا، اي تو فا كونستيتوي تا سوسيتي. او فيت هكذا يولي عندك شعب، اون فوا تفوت المرحله الشعب ما تتحشالوش، ما بقاش يجي واحد غدوه يحشيله، لانه داق لو كو تاع القانون، داق لو كو تاع العداله، افهم واش هي دوله عادله. دونك غدوه تخرج على القانون ينوض عليك حرب كحله، باسكو اي ريفوزرا يعاود يولي اون اريير، داير لو كومبروندرا ميم با. اكزاكتومون. فوالا. تولي تحس روحك انت، انا نولي نحس روحي يعني كون تكون معامله كيما هذه، انا نولي نحس روحي وكان يكون عندي ان بو كونسيونس، نولي نحس روحي انا غلط. بيان سور. مي ماشي المجتمع بكل راح يدور لك يشوف معاك انك غلط، المجتمع صح كامل. صح هذا واش حبيت نقول. صح. ماتنو قضيه الاسلامويين سبيسيالمون، باسكو باش نهضروها صراحه، بون لو ماك ما نهضرش عليه لانه مينوريتي وقضيه واحده اخرى خلاص، وعنده عقليه ما تكوريسبونديش للحقائق الجيوسياسيه تاع الجزائر، الله يسهل عليه. نرجعوا للتنظيمات الاسلامويه اللي يقول لكم الفيس وجاب الله وحزب الجنينه هذاك وحزب مقري ورشاد، هادو بكل مله واحده، سي لا ميم سوش. لا سوش هادي ما يحوسوش يديروا حكومه في المنفى ويخلطوها في الجزائر، لا سوش هذه حراك 40 جو تو رابيل، مي هما يحوسوا، يحوسوا على نفس النظام يبقى، بصح هما يشاركوا فيه بالوزارات وبالبرلمان. الخطه اللي حب يطبقها غنوشي واستعملها في تونس. استاذ الياس سامحني برك، هذه تحكي على تاع حكومه المنفى يعني. نو ما حابينش يديروا حكومه المنفى، انا قلت لك حابين يلحقوا للنظام وينيغوسيو ديما مع النظام، كل ما يتبان لهم حاجه يفتحوا المجال للنيغوسياسيون مع النظام، يحوسوا يديو البرلمانات. فوالا سي ان بارازيت، يحوسوا يديريجيو الدول فيا لي ستركتور كيما نقولوا حنايا سو جاسونت او بوفوار دو ليكزيكوتيف. بيان ريسي. دونك سي ان بارازيت ا اكستيرميني، الاسلام بوليتيك سي ان دونجي
majeur في لي بيي مسلمان. Parce que علاش؟ Il est dévastateur, il est diabolique. Il n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. J'espère que راك تعيط لنا من بلاصه امنه باسكو ابارامون النومرو تاعك وي انا عندي 12 سنه هنا في روسيا ونحب نقول لكم باللي هنا في الروس ما كاين والو، راه الناس خدامين، انا خدامين، ورانا نضحكوا على الاعلام هذا كاع، رانا كاع والعقوبات شفتوا العقوبات هذه المسؤوليات آه. اللي راهم دايرينها، رانا نضحكوا عليهم فريمون. يا هنا خويا الروس الواجبين يضحكوا عليهم باسكو ما ضروهمش، ما زالت الحياة تمشي وعادي راهم متفائلين. شوف بيان سور كي تسمع الاعلام الغربي حب يفوت بوتين قال لك مهبول قبيلات جابوا ان بسيكاتر في بي اف ام باللي بوتين مريض وقيله هبل وقيله بوتين. شوف بون نحكيو عليها المهزله هذيك كاش نهار، مي لازم الناس تفهم باللي اللعبه امريكيه. شوف لو جو الي مزيان امريكا، اسمح لي لو جو الي امريكا. البطل نتاع الفيلم لاكتور برينسيبال سي لا روسي، لو دندون دو لا فارس سي لوروب، اي لو كريتان دو ليستوار سي العالم الثالث. برك اكزاكتومون هذه فينالمون حنا اللي راح تخلصوها في لافريك اللي راح تخلص بالمعادن بالبترول بكلش، هي كلها راح تخلص كلش، والمجاعة من فوق خو، والمجاعة من فوق. والمجاعة فوالا المجاعة. ميرسي مون امي، اون باس لي زابيل الاخرين، سيتي ان بليزير و أتري ميرسي بيانتو إن شاء الله. وسي ميرسي بور المشاهدين والسلام عليكم. ميرسي بوكو. ميرسي ميرسي. Donc l'appel qu'elle me l'a réussi. Donc après j'ai eu un 09. Plus 7, oui, un 09. On bat Andy 1,76, notre ami Fethi. On bat Hirak 40. Le 09. MBS se rapproche de la Chine et le président chinois fait sa première visite à l'étranger. Oui, salam alaikum. Wa alaikum Monsieur salam Rahmani. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bik. الله يسلمك الله يسلمك. انا تاني يسموني الياس. هاي خلاص يا سيدي، هاي هاي سي الياس، مرحبا بك. جو زابيل انا جي مون فخير الله يرحمه، ايما اورينتي فيغ بو يا يا دو زون، ربي يرحمه. دونك جي سويفي براتيكمون الله يرحمه، جي سويفي تو فو لايف اي جو سوي جي ابري بوكو تشوز ما شاء الله. ميرسي خويا. باغ كونت يا الله يسلمك، باغ كونت يا كالكو كيستيون كي ريست اون سوسبون باغ رابور à la situation économique en Algérie. Bon, je vis à Paris, mais de temps en temps, au haut de l'Algérie, j'ai mon frère qui est dans l'import-export. Et la situation au niveau des importateurs en Algérie, ils vivent une difficulté incroyable, c'est que le système bancaire il est ralenti, les douanes, c'est des coups de bâton, bâton sur les roues, c'est-à-dire des difficultés. Il y a trop de paperasserie, beaucoup de produits sont réglementés où on demande des agréments, des autorisations ministérielles, ou c'est quelqu'un de correct, donc il n'aime pas. Donc son entreprise, elle est sur le point de faire faillite à cause de ces emmerdements-là. Je comprends. Je voulais savoir si vous pouvez développer le sujet, comme ça peut-être vous pouvez éclaircir certains points que moi ou d'autres interlocuteurs chauffe, ne comprennent chauffe, pas. Chauffe, chauffe. شوف الياس، كاينه اون بوليتيك دابوفريسمون دو بوبل الجيريان، سي بوركوا يفرن ليكونومي ا تو لي نيفو.